سموحه، ازيك يا محمد؟ كريم، ازيك؟ اخبارك ايه يا نجم؟ كويس الحمد لله، ربنا يخليك يا كابتن. بتعمل ايه؟ كله تمام. الله يخليك يا محمد. وعملت على فكره الفتره اللي الدوري اتلعب فيها ال 14 او ال 15 اسبوع، عملتهم بشكل كويس جدا مع نادي سموحه، يعني بعد ما رحت اعاره من النادي الاهلي. والله الحمد لله، كله بفضل ربنا. وكان هو ده هدفي، يعني من ساعه ما خرجت من النادي الاهلي كان هدفي ان انا يعني ارجع تاني للمستويه وارجع اقف على رجلي تاني. انا كنت بعيد عن المشاركه في النادي الاهلي، ولما اتكلمت مع المسؤولين كانوا بيقولوا لي ان انا عايز فرصه ان انا العب واحتك تاني واقف تاني على رجلي وارجع مستوايا. فالحمد لله يعني اخدت نفس الفرصه ومبسوطه ليها الحمد لله. الحمد لله يا محمد. سمعنا ان انت قعدت جلسه كده مع كابتن سيد عبد الحفيظ عشان تحدد موقفك، هل هترجع النادي الاهلي الموسم القادم ولا هتجدد اعارتك؟ والله يا كابتن كريم، يعني دي حقيقه، بس انا كنت رايح النهارده اشوف زمايلي، وهم يعني الحقيقه كانوا عشان ما شفتهمش من ساعه ما مشيت. يعني رحت سلمت عليهم كلهم، وفي مره قلت اقعد مع كابتن سيد. انا كنت عارف طبعا ان الجلسه النهارده مش هتفيدني كتير، لان هم لسه ما حضروش وهم اي حد، وده بالفعل اللي حصل. يعني انا قعدت مع كابتن سيد وقال لي يا محمد والله احنا لسه ما فيش قرارات اتخذت، وهيبقى في اجتماع ان شاء الله لجنه الكوره مع الجهاز الفني بعد ماتش، هيحددوا فيها بعد الماتش. بعد الماتش اللي جاي ان شاء الله هيحددوا كل الامور. يعني قال لي ان شاء الله يبقى لنا جلسه ثانيه، يعني باذن الله ان شاء الله. طيب محمد، في حاله عدم عودتك للنادي الاهلي او تجديد اعارتك، انا شايف ان انت مستريح نفسيا وتالقت مع نادي سموحه، هل هيبقى تجديد الاعاره لنادي سموحه ولا عندك عروض ثانيه في حاله عدم عودتك للنادي الاهلي يعني؟ والله يا كابتن كريم، يعني انا يعني الحمد لله طبعا في كذا عرض بالنسبه لي الفتره اللي فاتت دي، وفي ناس كلمتني كتير وانديه كلمتني، بس انا زي ما حضرتك قلت، انا يعني انا ما بحبش كمان ان انا كل شويه اروح النادي. انا مستريح في نادي سموحه، وهتبقى اعتقد الاولويه لنادي سموحه. يعني الحمد لله على قد مع الفرقه وتعودت على اللعيبه، ومعانا طبعا جهاز فني على اعلى مستوى، كابتن شوقي وكابتن محمد الفيديو، واعتقد ان في تدعيمات كمان، اعتقد حضرتك سمعت عنها. سمعت ان في لعيبه كويسين جايين من النادي المصري، وفي تدعيم يعني كويس كمان. ما احنا الحمد لله السنه اللي فاتت بدانا كمان يعني مع كابتن شوقي فتره جديده، وبدانا كمان الحمد لله مع عروضنا كويسه. اعتقد ان السنه الجايه كمان الموضوع هيختلف، ولازم بقى سموحنا وان شاء الله نزداد ان احنا ناخد مركز. فده بقول لحضرتك اعتقد ان الاولويه هتبقى النادي سموحه يعني باذن الله. ان شاء الله يا محمد، بشكرك شكرا جزيلا، واتمنى لك التوفيق ان شاء الله في المكان اللي هتلعب فيه السنه القادمه، سواء رجعت النادي الاهلي او يعني جددت اعارتك مع نادي سموحه. وهو محمد بيقول هو مستريح نفسيا ويعني تالق مع نادي سموحه، وما بيحبش التنقل كتير ما بين الانديه. تجديد اعاره حسام عرفات لنادي بتروجيت مقابل 300 ألف جنيه.